أحمد، لو كنت تحكي لنا على السبة هذه اللي خلاتك تحرقها على بنا باللي حركت أنت، يا كنت ديماريتو من عنبة كما حكيت لي، احكي لي وشنو هي السبة اللي خلاتك تقبل على خطوة كما هذه، وين تروح تسمح في داركم، تسمح في أحبابك، تسمح في خوتك، تسمح في قاع واش عندك هنايا وتخلي البلاد تاعك وتروح. وش نقول لك خو، نعرف تعرف بلادنا ماش ما لقيتش خدمه، ما كاش تاويل، ما عنديش بيت، شغل ما كل ما ندير عفسه شغل ما صدقليش، ما لاباش انا شغل كاش دراهم، ما كاش خدمه، ما كاين والو، وراك عايش باش تعيش برك عندها بيت نسي زهري. واش نقول لك، في الليل تراقد هكا خدمت، كانوا ديجا جاو لي عباد قالوا لي تما كاينه حرقه وبداو يهبطوا. شحال قالوا لك الحرقه؟ قالوا لي 15 مليون 15 مليون معنا بال ساردينيا، ما عليناش. خممت لها في الليل، ما قدرتش نرقد، قعدت غير خمم فيها انا على كل حال. كان الصباح بدا منايا عيطت للسيد اوكي فيها هكذا منايا نتلاقاو، راني موعد تلاقينا، داني عند السيد اللي حرق، طرنا معاه كدا باش نخرجو. السيد اللي داك ليه ماشي اللي راح يديكم هو بالباطل، السيد اللي داك ليه اللي توسط لكم باش تروح، اللي توسط الناس. صح، داني عند السيد تما اللي حرق، هضرت معاه كدا، قال لك كدا شاطانا لاضات، ديجا عندي 4 شهور انا ملي حرقت، انا لاضات كدا فيكسيون لاضات، خرجوا ذاك النهار. ذاك النهار رحنا تلاقينا قاع تما انا وثلاثه من صحابي، تلاقينا تما حضرنا قدامنا، خلصنا السيد خلصنا. شحال كنتو انتوما كامل اللي حركتو هذاك النهار؟ كنا 20 بنادم 20 بنادم قاع، بون ماشي قاع ما تما صحابي ولا كل واحد منين، صح كاين نهرا كاين منابه كاين مختلف انحاء. نعم، بعد فيكسرنا لاضات قدامنا. اسكو كانوا من بيناتكم دراري صغار ولا بنات ولا؟ كانوا وي كان لار، كان طفل صغير في عمره واقيلا 17 18. لار حرف يا خو، شغل ما عندوش شغل بيت كيما انا، بو كيما انا كيما واحد اخرين، سيدا يحرق. تيمارينا 4 تاع الصباح، طلع البوطير تبنا هكدا، انا نمشو في طريق وصل البحر، طلع بينا البحر. سيمو شنو هي الحاجة اللي ما راحش تنساها صارت لك في البحر في هذيك الليلة؟ كي طلع البحر، طلع البحر تشوف الموت يا هاك انت وربي والموت، هذا ما كان الموت شتها يا اخو، قعدت نشاهد خفت يا اخو، واش نقول لك انا، خاف يا اخو، سي نورمال راك في البحر، عباد ما كاين عباد ما تعرفهمش، كاين بالك ما باليش انا يرميوك، بالك يقريسيوك، بالك تضربو بكل موج. سمو كاين يقولوا بلي كاين بزاف اللي لحقوا في عرض البحر في وسط البحر واقريسوهم ورموهم للبحر. كان عباد رمات انا الفلوكه اللي قبلي اللي راحت، عباد رموهم، ضربوهم بالموس ورموهم. شكون هادو اللي ضربوهم؟ شكون هادو باغ اكزومبل اللي ضربوهم؟ اسكو يتفاهموا من قبل باللي كي يخرج هذا البوطي لعرض البحر كاين بوطي واحد اخر يخرج موراه باش يضرب الناس هادوما بالموس ويرميهم للبحر يديو لهم دراهم؟ صح، يديو دراهم من الفلوكه ولا اللي شايد له جي بي اس ولا يضربوا يديو دراهم ونقص له اسمه ونقص البوا. ديجا عندهم كلمه معروفه كي تركب قدامنا وتسمع باللي زاد البوا، عارف باللي حياتنا رمى واحد، عارف بلي حيتنا رمى واحد، يتقبوه بالموس ويرميوه ولا يرميوه ديراكت ولا ما باليش. انا ديجا في لوكال قبلي صارت هكا. صح، كمل احكي لنا بعد ما وصلت انت لسردينيا كيفاش كانت المغامره ان صح التعبير اللي عشتها تما في سردينيا، باسكو قلت لي انتم ما وصلتوا ما قعدتش بزاف انت. بون دخلنا سردينيا، اسكو جراو موراكم قبضوكم تما؟ ايه جاو مورانا وبدا وداونا للسونتر، داونا للسونتر قدامنا حدا سمعنا تلقونا، خرجنا
بديت نشنس حوس على خدمه ما على باليش انا كيما حوس 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 ما صدش دراهم ما عنديش كاش والله رحتك على ربي دراهم ما كاش وواحد ما يرفدك وما لقيت حتى واحد. شحال قعدت انت دخلت في وقت دخلت لاسبانيا شحال قعدت انت في اسبانيا؟ قعدت 21 جو 21 يوم 21 يوم يعني ما لقيت حتى باب دقدق له باش تخدم ولا والو ما كانش لي تروح ليه مع شغل ما يقيموناش يا ماشي بلادك وماشي بلاصتك وماشي تروح تقدرك حاجه وحده خلاص كي تروح هكاش والحراك سون بابي بلا كوارف ما والو حوس 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 ما كاش بتبرى في الكارطون بت ما قدرتش عقدت لها شيء. شنو هي النصيحة اليوم اللي تقدمها للشباب الجزائري هذا نشوفوا باللي مؤخرا خاصة في الأعوام الأخرى هذه كثرت بزاف هذه الهجرة غير شرعية كثرت الحراقة بزاف أنت كشاب حرقت وكانت عندك إكسبيريونس وشفت باللي بالك وش كنت عايش هنا في بلادك بلك أحسن بكثير من مش جوز تما في إسبانيا في الضفة الأخرى شنو هي الرسالة اليوم اللي تقدمها للشباب الجزائري بصفتك أنت كانت عندك إكسبرينس في هذا الشيء دب عليك يا أخو بلادك هي بلادك وبلادك هي اللي تلمك و بلادك يا أخو تقدر تدير تاويل في بلادك لازم تبين أنت تبين لروحك بلي أنت قادر تدير في بلادك ماشي حتى وين تهرب وتسيد دير تما هنا في بلادي ندير كي دير انت في بلادك هذيك صافي بليزير وصافي بليزير خويا والله دير تقدر دير في بلادك ماك شوف باللي بالك انت في التخمام في الوقت هذاك اللي قلت لك انه عندي مشاكل ما شفتش باللي بالك افونتور حبيت تجوزها هكذا في حياتك ما شفتش باللي ما خممتش في هذيك الدقيقه قلت بالك لو كان انا نسين بوجي نتحرك شويه بالك نلقى خدمه بالك ايه يا خو بوجيت انا مر ما جيت بدا الحمد لله بوجيت صبت خديمة دايا راني ناكل بها الخبز واش راك تخدم اليوم دحنا؟ راني نخدم في الخبز راني نخدم خباز نخدم الخبز انت الحمد لله نخدم بها نجي نروح لونطريني راني عايش ما شاء الله يا اخو الحمد لله وان شاء الله باذن الله ما نزيدش نعاودها اخو او ما نزيدش نعاودها كاع دحنا نقدم اليوم رسالة للشباب الجزائري هذوما قول لهم واش راك حاب تقول اليوم واش راك حاب توصل لهم بالك انت الشيء لك تديره اليوم قدوه لشباب واحد اخرين بالك انت مقبل ما تحرق ما كانش شاب هكذا شفته قدم رساله للشباب واش تقول لهم اليوم واش تقول للشباب الجزائر انا والله صح ما لقيتش اللي ينصحني بصح انا ننصح خوتي يا خوتي يا انا نحبكم وانا وكذا وشغل خوتي ننصحكم غير ما تروحوش ريح في بلادك خويا ريح مع ميمتك خمم زيد خمم مليح زيد مازال كاين اسبوار يا اخو مازال كاين تقدر دير وتقدر دير كلش خويا انا ننصحك يا اخو هذه الطريقه ديال ما تخرج خويا شوف يا ياكلك الحوت يا تروح تما يدلوك دل خوت عباك تولي مشي غير مدلول انا ننصح خاوتي ما تروحوش يا اخو ريح في بلادك بلادك هي اللي تلمك وان شاء الله يكون وصل الميساج ان شاء الله يكون وصل الميساج